مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، اتفاق يتعلق بافتتاح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر. عن الجانب الجزائري، السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الإيطالي، السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. بروتوكول توأمة بين المدرسة العليا للقضاء الجزائرية والإيطالية. الموقعون: عن الجانب الجزائري، السيد عبد الكريم جادي المدير العام للمدرسة العليا للقضاء. عن الجانب الإيطالي، السيد جيورجو لاتانزي رئيس المدرسة العليا للقضاء. اتفاقية إطار بين المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها تيبازا الجزائر والمعهد المركزي للترميم روما إيطاليا. الموقعون: عن الجانب الجزائري، الدكتور محمد شريف حمزة مدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. عن الجانب الإيطالي، السيدة أليساندرا مارينو مديرة المعهد المركزي للترميم.